والقانون نص على الإزعاج إزعاج الغير واعتبره جريمة. اعتبر إزعاج الغير جريمة. طيب إحنا ما بناخدش البنا طبعا من الكلام ده، لكن يعني مثلا هقول أمثلة. أيوة قولي أمثلة عشان كلمة إزعاج الغير دي من وجهة نظري برضو تحتها كتير. أيوة واحد بعت لي رسالة الفجر بالنسبة لي ده إزعاج. تمام صحيح. أيوة. ده حقيقة ودي جريمة في حد ذاتها بجد. حسب بس إيه تصنيفها وحسب تندرج تحت أنهي قانون. طيب إيه التصنيفات؟ بص حضرتك أصلا قضية الإزعاج عن طريق الاتصالات التليفونية دي موجودة من سنة 1955 يعني في قانون العقوبات في المادة 166 من قانون العقوبات. بعد كده طبعا لما ظهرت السوشيال ميديا وسائل الاتصالات الإلكترونية فصدر قانون بتنظيم الاتصالات القانون رقم 10 سنة 2003. أيوة. ونظم برضو الموضوع ده واعتبر ان اعتبر كل رسالة او تعمد من الغير بمضايقتي او ازعاجي دي جريمة باستخدام اجهزة الاتصالات. يعني ايه؟ يعني انا في واحد عمال في حد عمال يتصل بيا كل شوية علشان حاجة معينة. أيوه. إن شاء الله مش لازم الحاجة تكون خارجة، حتى لو هو بيعلن عن منتج أو سلعة. بس أنت بتزعجني وفي توقيت معين وفي توقيتات مش حلوة بالنسبة لي، يضيق صدري على اتساعها. يعني ما بيتسعش صدري إن أنا أسمع هذا الكلام أو أسمع الرسالة بتاعتك أو أسمع الدعاية بتاعتك. فده يعني زي ما بنقول بالبلدي كده بنتخنق. أنا بتخنق من كتر الرسائل اللي فلان أو الشركة الفلانية بتبعتها لي. دي جريمة؟ جريمة معاقب عليها في القانون. كمان صدر بعد كده قانون تاني استحدث هذا يعني مع التوسع في وسائل الرسائل الإلكترونية، صدر قانون تاني اللي هو القانون 175 لسنة 2018. القانون 175 لسنة 2018 قال إن برضو في عقوبات على من يقوم بإرسال رسائل إلكترونية للغير أو للمواطن، لمواطن ما أو لشخص ما بدون موافقته، بدون موافقته. فده من ضمن الحاجات اللي هي يعني إيه عممها. بس القانون 175 إدى صور أكتر للإزعاج. لأن الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة زي ما حضرتك بتقولي ما عادش فيه خلاص. أنا يعني ما فيش حرمة للحياة الخاصة، احترام للحياة الخاصة.